رمضان كريم. بربرا بلش رمضان خلص ما عم نقدر خلص على الإفطار عم تفتح معنا. رمضان هو ريزون دو بلوس تتقدر تكون عم تلتزم بهيلثي لايف ستايل وبنمط فيكس. بكفي انه وقتك الغذائي اقصر ففيك تكون عم بتنظم اكلك بطريقة صحية. ما عم نقول ننظم يعني ما تاكل، بتكون عم بتقطع حوالي 2 ميلز و 3 سناكس بهيدا الوقت. رح تقطع دسر، رح تقطع وجبة الإفطار، رح تقطع وجبة السحور، رح تقطع حصة فواكه ملتوتة بالشوكولا أو مع بينات بطر، تقطع التمر اللي بيعطيك انرجي كل النهار، وكذلك الأمر رح تقطع شي تتسلى فيه هيدا الإيفنينج سناك كبوب كورن ككراكرز كجزر وغيره. فبالعكس خلي رمضانك يكون صحي ونظم أكلك بطريقة صحية. الأكل منه ممنوع بس محل 60 وجبة على الإفطار فيك تكون عم تعمل أبتايزر تنقلك إنه منك محروم. فيك تكون عم بتقطع السلاد وكذلك الأمر فيك تكون عم بتقطع المين ديش تاكل شبعتك حتى. وهون منطبق الشعار ممنوع الممنوع بس بتكون عم بتنظم أكلك خلال هالشهر الفاضل.